خضتني خضتني. بتكلم نفسك ايه؟ في ايه؟ بصي بص 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 بروح عشان ما تبانش. بروح عبان كده عبان. ايه ده؟ مين دي؟ مصيبة من مصايب زمان مش راضية تحل عندي. تاريخك القذر بيطردك. احترم نفسك يا واطي. واطي عشان بنصحك. لا بنصحك من غير ما تقلل ادبك. ما انت دايما تعمل كده. لا لا دي مشكلة ممكن أي حد يتعرض لها. عادي أي حد يتعرض لها لكن ما يلاقيش حد ينصحك. لا يا حبيبي انصحني. جاية 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 جاية. يلا يا اسود. حاضر. قول لها إن أنا مش دكتور عمر. كويس إنك هنا. الحقني. الحالة توأم والوضع مش طبيعي وحاسة إن في خطر على الأم والأطفال. في خطر؟ خطر عليك أنت لوحدك. أنا يا ريت تقف معايا. يلا 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 يا دكتور. يلا. حضرتك تقدر تستني في الاستراحة. يا أخي أنت مالك؟ ماشي يا عمر ماشي. أنت متأكد يا مرتضى؟ عيب يا دكتور. أنا عامل لكل واحدة عارفها ملف ودي بالذات كان عليها العين عشان مركز أبوها. دي بقى بنت ربيع رجائي الوحيدة وما عندوش غيرها. كده بقى يبقى صاحبك لبس في حته سنة. لا ده لبس في خرسانه. احنا بالفيديو ده هنعمل له فضيحه كبيره. انت هتفضل طول عمرك غاب يا مرتضى. ليه بس يا دكتور؟ ما احنا هنخلص من قرفه. لا الفيديو ده ما فيهوش اي فضيحه. واحده وبتلاقي حكيت عليه عادي بتحصل مع اي حد. ومخك راح فين يا دكتور؟ مخي راح للي يهمه الفيديو ده واللي بسببه ممكن يقصص دي للدكتور. مش بس كده ده ممكن يرمي من الدور العاشر. مش فاهم. افهمك. الله نعيمك نعيمك الله نعيمك نعيمك خلي فلوسي كلمني خلي فلوسي كلمني الله نعيمك نعيمك خلي فلوسي كلمني. والله يا بنتي طول عمرك نظيفة برا وجوه. خلي الطبق مصور يا عم أيوب. لا أنا بقول اللي أنا شايفه. يا راجل يا راجل ده أنا ذات نفسي مش طايقة روحي وكل ما استحمى أقعد أمرش في جلدي لحد ما اتنحل عشان أشيل منه عفانة زبالة الليل. طب بقول إيه؟ ما تتلم أنت والواد ده في سقف واحد وتخلصوا وتتجوزوا. أنا وخلصي ونعيش منين يا اخويا كده اكرم لنا. امال ليه سواعي؟ يعني انا بحس انك انت غاويه الواد ده وماشيه في طوعه مش خوف انما عشق. يا عم ايوب اللي زيي عايشه نص عمرها في الشارع محتاجه راجل يحابي عليها ويحميها حتى لو هياخد نص عرقها. يا راجل يا طيب احنا في ايام وحشه قوي واحنا بقينا اوحش منها. صباح الخير يا ايوب. صباح النور يا نيازي بيه. البت باريزة عملت لك العربيه ايه؟ خلت حالك مرايه. بسم الله ما شاء الله. انت بقى اسمك باريزة؟ لاجل البخت يا باشا عشان كل من هب ودب يقفي ويقول ما بداله. طيب ايه ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت شرسة قوي. احنا ماشيين جنب الحيط يا باشا. ده بنت غلبانة يا سعادة البيه بتجري على اكل عيشها. طب ايه رأيك ليك عندي لقمة بغاشة؟ خيرك مغرقنا يا نيازي بيه. تعالي لي على العنوان ده بالليل. تعالي لي وانا هظبطك. يلا يا بيه عربيتك جاهزه. يلا استنيك. ها يلا يا سعاده البيه. شرسه قوي. يلا يا سعاده البيه عربيتك جاهزه. اتفضل يا سعاده البيه. شكرا يا ايوب. اتفضل. شكرا. الف سلامه. الف سلامه. ها جميل. الف سلامه الف سلامه الف سلامه. فوق بدك الهم. مالك يا بت؟ وده يفرق ايه عن غيره يعني؟ مش كفايه عليا زباله الليل كمان زباله النهار؟ وبعدين انا في الساعه الراحه بتاعتي.
وانا في النص بتاعي. هو دكتور عمر كان ماله النهارده؟ ومين دي اللي كانت بتجري وراه؟ واحده كانت متقله في الشرب شويه، طلبت معاها فضايح. هو مش كان ربنا هداه وبطل الحاجات دي؟ عمر النواوي عمره ما يتغير. ربنا يهديه. يهمك قوي ان ربنا يهديه؟ هنرجع تاني بالطريقه دي؟ انا من حقي اني اطمن. قلت لك اطمن. يعني ادخل بقلب جامد؟ بس قبل ما ده يحصل لازم نقعد مع بعض قعده، احكي لك وتسمعني عشان نقفل كل الحوارات القديمه. اتفقنا؟ احنا دايما متفقين. الدكتور اتاخر قوي. اطمن، اهو وصل. وصل فين؟ ما انت شامم ريحة البرفان بتاعه تجنن. شش. مساء الخير. مساء الخير. ايه يا حنان؟ ايه الزحمة دي كلها؟ الرحمة شوية. محدش بيزهق. واللي جوزها زنزق شوية تبعته على القهوة اللي جنبنا. قهوة ايه يا ماما؟ اسمه كافيه يا ماما بقى، ما تفضحيناش. النهاردة لقى بعد غيبة والكل مستني. لمي روحك يا حنان، لمي روحك، يلا جزيرة الكشف اللي جاي. لمي روحك بدل ما أقول لخطيبك يا حنان. لو النبي يا دكتور، عشان هو مش بيكسر لك كلمة أبدا. ماشي. يبقى نحترم نفسنا، ماشي؟ يلا. يا دكتور في امانه لازم اوصلها لك. امانه ايه؟ فيها بنت؟ مفيش يا دكتور، اصل نص الستات اللي بيجوا هنا بيسالوني على نوع البرفان اللي حضرتك بتحطه. وانت مالك؟ والنص التاني ما بيسالش عليه برضو؟ عشان اكيد خلعوا جوازهم من بدري. طب يلا بنت، يلا اجري من قدامي. يلا بينا. تبنا الى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا دكتور. ازيك يا دكتور؟ وحشتنا. يا ترى اخبار العروسه ايه؟ والله ما حصلش نصيب. احسن برضو علشان تفضلنا. ها اخبار الوزن ايه يا نادية؟ مظبوط يا دكتور. طب هيك كويس. والضغط اخباره ايه؟ مظبوط يا دكتور. طب هيك كويس جدا. ممكن بقى نسمع صوت البيبي؟ ده انت تؤمر يا دكتور. تسمع بالصحيح، تسمع قوي، تسمع خالص. وبعدين بقى احنا نبدا الحل ده على طول كل مره كده؟ غصب عني يا دكتور، لما حد يلمسني بس اخسر. امسكي نفسك شويه، بلاش فضايح. ايوه يلا دقيقة واحدة بس، انا هسمع ثانية واحدة بس. ها ثانية واحدة، امسكي نفسك. ها بصي فوق، بصي فوق، ثانية واحدة، بصي فوق. غصب يا دكتور، مش عارفة امسك نفسي. ما عندناش حاجة كده. معلش يا دكتور، اصل المدام نجمها خفيف شويه واي حد بيلمسها بتسخسخ.